إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. اليوم كما شاهدتم أن المعتصم ديال المرتصبين المضربين عن الطعام لازال مستمرا هنا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة. هذا الاعتصام كيجي كخطوة تصعيدية من خلالها يعبر المرتصبون على أنهم متمسكون بالمطالب المشروعة ديالهم، بالقضية العديدة ديالهم، لأن بعد شهرين ديال النضالات وديال الخطوات القانونية والقضائية لحد الآن لم نجد تجاوبا فعالا وبناء من أجل الاستجابة لهذه المطالب أو من أجل فتح تحقيق على الأقل ومحاسبة المتورطين فيه. المطلب ديال إعادة الامتحان هو واحد المطلب مشروع، لأن هذا الامتحان شابته مجموعة ديال الخروقات زيادة على الخرق ديال القانون المنظم لمهنة المحاماة ومجموعة ديال الفصول ديالو. لذلك نؤكد أن هاد الإخوان اليوم هما في حالة صحية جد حرجة، وذلك ما تؤكده التقارير الطبية. كل نهار كنسجلوا حالات ديال الإغماء اللي كنضطروا أننا ننقلهم المستعجلات لتلقي العناية الطبية اللازمة. لذلك رسالتنا للجهات المسؤولة هو أنه تحملوا مسؤوليتكم إذا ما وقع أي مكروه لهؤلاء الشباب الذين وصلوا لمرحلة من اليأس ومرحلة تعبر عن نتائج تلك الحقرة وذلك الظلم الذي يعانوا منه جراء هذا الامتحان الشكلي والمفضوح. للأسف كنا بعد طرقنا لواحد المجموعة ديال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء، كنا ننتظر تجاوبا فعالا، وكنا ننتظر أنه يكونوا شي نتائج، شي تحقيق، محاسبة ديال الناس، على الأقل توقف الامتحان الشفوي حتى يبت فيه القضاء بشكل نهائي. لكن للأسف احنا رغم الطلب الاستعجالي ديالنا ورغم الاستعجالية ديال هذه القضية، نرى أن محكمة النقض لم تتفاعل، بل قامت بتأجيل البت في الطلب الاستعجالي دون مبررات يعني التي يمكن أن تقنعنا. لذلك نقول أن عدم الاستجابة وعدم التفاعل البناء من طرف المؤسسات يطرح مجموعة من التساؤلات اللي كتبين أن تأثير النفوذ ديال السيد وزير العدل ربما أقوى على مجموعة ديال المؤسسات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.